في سؤال وحضرتك بتسترسل في الكلام خطر لذهني هو الاسماعيلي او مجلس الاداره الحالي ده جاب منين كل هذه الاموال اللي عمل بيها تسديد مستحقات متاخره رفع ايقاف القيد والغرامات اللي عليه آه العقود للاعبين اللاعبين الجدد كل ده اتعمل ازاي في فتره وجيزه جدا بص صدقني هي مجموعه منظومه م. اشتغلت في وقت متاخر جدا جدا <applause> لكن كان الاساس يعني اولا احنا ما كناش هنبيع الاثنين لعيبه دول خالص <applause> ولا كان في دماغنا ان احنا نبيعهم <applause> كان في بيعه جايه لعبد الرحمن مجدي. مجدي ودي كانت يعني هتسدد ممكن الديون من غير ما نبيع اي لعيب تاني انا حتى قلت تصريح ان يوقع النور مش للبيع حتى لو جاب خمسة مليون دولار لان انا بعت خلاص عبد الرحمن مجدي مش هبيع فيرو ثاني خلاص <applause> عبد الرحمن مجدي كان عنده عرض هنا في مصر عرض بره مصر لا بره مصر عشان في مصر, آه. مصر الزمالك دي كنا معروف يعني عالميا لا آه. لا لا بره مصر بره مصر. مصر بس للاسف بعد آه. ما دفعوا ديبوزيت وقالوا هيكملوا الفلوس ديت في نفس اليوم حتى اه الصفقه باظت من وكلاء ومن حاجات كده آه. امم باظت خالص يعني كان نادي خليجي ولا اوروبي آه نادي آه لا هو آه نادي في ليبيا مش مش, في ليبيا. مش اه, آه. ها. اوكي لا مش كنت عايز كنت عايز على لو نادي اوروبي يعني لا لا كنت لا لو أوروبي لا, طبعاً. طبعاً. يعني لا اوروبي لا طبعا طبعا بنحب لعبتنا دايما موجودين في لا طبعا وانا ها. الحمد لله يعني من 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 حظي الكويس ان انا الاثنين اللعيبه الناشئين اللي اتباعوا ها. كنت انا في المرتين عضو مجلس اداره هايل مع مجلس دكتور رافت عبد الله يرحمه 2011 بعنا احمد حجازي طبعا لفرونتينا طبعا والنهارده بنبيع بن برضه في نفس طبعاً. المجلس اياد العسقلاني برضه في اوروبا طبعا, طبعاً. وانا انا يعني شخصيا انا ممكن ابيع الولد بمبلغ بسيط جدا ب ألف دولار كلام فارغ فعلا؟ اه طبعا لان انا اشجع ان اللاعب يخرج بره ما هنا هنا بيجي بقى حتى يقول لك لا ما هو انا كمجلس اداره انا عندي حاجات متاخره ولا لما مش عارف في جمله شهيره فرصه حضرتك معايا ورايك الجميل ده في جمله بصراحه بتضايقني انا كاعلامي يعني دايما بسمعها يجي اي مسؤول في نادي يقول لك العرض الذي يليق بالنادي ويليق باللاعب، طب العرض الذي يليق بالنادي ايه؟ يقول لك انا عايز 5 مليون دولار في اللاعب، يا سيدي طب ما عشان يليق بالنادي ويليق باللاعب ان هو يشرفنا في اوروبا، يعني <applause> خليك جميل ولذيذ كده وخفيف شويه، يعني خد ما يليق بالنادي اه صحيح انه ثمن اللاعب مش بقول لك تاخد اقل، بس في في مبالغات ساعات يا كابتن محسن بشكل غريب. انا كمان هو انا ممكن اعمل عقد يكون بمبلغ قليل لكن في في قيمته مبلغ كبير ان اللاعب ده انا اخد من من اللاعب ده احط بنود ان اللاعب ده لو لعب كذا مباراه انا اخد كذا اللاعب دوت لو حط كذا جون انا اخد كذا بالظبط اللاعب ده لو انتقل انا اخد برسنتج كذا كل دي امور انا ممكن اخد من وراها فلوس العربي كتير. يستفيد من محمد صلاح حتى هذه اللحظه لو محمد صلاح انتقل لنادي اخر ده رعايه بس ده رعايه كمان. بس كلام من غير شروط ده بند رعايه بقى. من طبع. غير ما تحط اي شرط صح ف... فانت هنا هو انا اساسا بشتغل لمين مم. احنا اساسا الدوري ده نشتغل لبلدنا بنشتغل لمنتخب مصر لمنتخب مصر طبع. مش كده الناس, الناس نسيت ده طبعا الناس نسيت ده انا لما اطلع الناشئ ده هيفيد منتخب بلدي ويفيد النادي بتاعي بعديه.